التحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود ونتابع مجريات هذا الشوط، نتابع هنا المسيرة، نتابع الانطلاق وماذا يدور على صدارة هذا الشوط من صراع وتحدي وإثارة. الصدارة والمركز الأول هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد بقيادة محمد بن سعيد بن بروك الحميري، من يأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني والمنطلق على المركز الثاني أرجنت يأتينا على ثاني المراكز من هجن العاصفة قيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وعلى المركز الثالث ثالث المراكز والمنطلق هنا الخوار. الخوار القادم هنا في هذه اللحظات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن علي ابو نواس، من ياتينا على المركز الثالث وفي المركز الرابع. المركز الرابع والمنطلق هنا من الجانب الاخر هناك بهذا التحدي والاثاره مشاهدينا الكرام. شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لينيبي، من ينطلق على المركز الرابع وفي المركز الخامس. مشوش على المركز الخامس هنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وسادس المراكز مدلل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير لجتبي، وهنا شداد يأتينا على المركز السابع من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وفي المركز الثامن. المركز الثامن والمنطلق على ثامن المراكز هنا نشوان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطهر بن سيف بن لاحج الهايري بهذا الانطلاق الجميل. هنا الوصول في هذه الانطلاقة على المركز، هنا يأتينا صغان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري المنطلق هنا على المركز هذه اللحظات، المركز التاسع. بينما المركز العاشر، المركز العاشر يأتينا مليح لسمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد بن راشد النعيمي خليفة بن سالم الطنيقي في تضميره، من ينطلق على المركز العاشر في هذا التحدي والإثارة. 10 أسامي 10 تحديات وانطلاقات مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء الجميل. نعود إلى صدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أرجنت من غير من الجانب الآخر إلى صدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أرجنت هنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، من يأتي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني هنا ينطلق هذه اللحظات هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري، وعلى المركز الثالث. المركز الثالث والمنطلق هناك شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب مع سعيد بن سالم لينيبي. المركز هناك الوصول، الوصول على المركز الرابع في هذه اللحظات هنا، ويأتينا الخوار لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن علي أبو نواس، ومن الجانب الآخر التسلل والمنافسة في هذه اللحظات هنا على المركز الخامس. هذا الأداء الجميل مشوش من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، المنطلق على خامس المراكز وفي المركز السادس. المركز السادس يأتي تينا شداد من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير هنا على سادس المراكز وفي المركز السابع. المركز السابع والمنطلق هنا مدلل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير لجتبي، من ياتينا في انطلاقه سابع المراكز وفي المركز الثامن. نشوان من يتواجد بهذه الانطلاقه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم
مطر بيصيب باللاحد الهايري في تضميره، من ينطلق هنا ويتحدى هذا الأداء الجميل على المركز الثامن وفي المركز التاسع؟ هناك الوصول أيضا من نشوان في هذه الانطلاقة. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعود المكتوم مع مطر بيصيب باللاحد الهايري في تضميره بهذا الانطلاق المميز والتحدي، عاشر مراكزنا هناك في هذه الانطلاقة. يأتينا صغان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم قيادة عبد الله بن سالم المسافري بهذا الانطلاق. إذا ضعنا على حضراتكم المراكز العشرة الأولى كاملة مكملة مع منتصف المسافة 4 كيلومترات على بداية هذا الانطلاق، 4 كيلومترات على نهاية الأحداث والمنافسة هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي في هذا الأداء الجميل. نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع حزام الغابات الذي بدينا به بهذه اللحظات والصدارة مع أرجنت المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة مع حمد بن راشد بن حمد بن غدير من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري من يأتينا على المركز الثاني وثالث المراكز. مشوش من هجن العاصفة محمد بن راشد بن حمد بن غدير من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع يأتي شاهين على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة هنا سعيد بن سالم لينيبي من ينطلق على المركز الرابع. رباعية جميلة، رباعية جميلة بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة في هذا الأداء المميز. المركز الخامس يأتي شداد على المركز الخامس من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير المنطلق هنا على المركز. هذه اللحظات هنا الخامس، خماسية جميلة، خماسية جميلة بهذا الانطلاق الجميل. هو المركز السادس هنا بهذه الانطلاقة، ونرحب في هذه اللحظات بسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم هنا بحضوري على أرضية هذا الميدان. مرحبا يا ابو راشد بتواجدك هنا على أرضية هذا الميدان في هذه المتابعة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. هنا الصدارة أرجنت، أرجنت بعد أن عدنا للمراكز الأولى، أرجنت هنا على الصدارة، أرجنت على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، هو على الصدارة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق الذي يطلق العنان، هنا أيضا لأرجنت على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هملول على المركز الثاني، هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري من يأتينا هنا على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث يأتي مشوش على المركز الثالث من هجن العاصفة مع أيضا حمد بن راشد بن حمد بن غدير شاهين القادم على رابع مراكزنا. هنا المنطلق في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن سالم اللي نيبي، وافتتحنا بوابة المدرج، مدرج الهبوط إلى خط النهاية إلى المنصة الرئيسية. هنا استريت لاين إلى المنصة الرئيسية بهذا الانطلاق الجميل، الوصول على خامس المراكز. هنا من مشوش القادم أو شداد وصل، وصل شداد هنا على خامس المراكز. عينا على المراكز الأولى من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، خماسية جميلة
جميلة، خماسية جميلة تنطلق على صدارة هذا الشوط بقيادة أرجنت المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول من بداية الانطلاقة، وهو يسيطر كل السيطرة على زمام الأمور. هنا معلن الفوز ومعلن التحدي في رابع أشواط هذا المساء. أرجنت إذن من هجن العاصفة هناك بهذا الأداء، بهذا الانطلاق، ما شاء الله زاد من سرعته، زاد من سرعته في هذه الانطلاقة. هنا أرجنت من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني هملول على المركز الثاني لمعالي شيخ محمد بن مطيء الحامد مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري، من يأتينا على ثاني المراكز وفي المركز الثالث أمشوش، من يأتي على المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وهوكن هنا أرجنت، أرجنت المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا بهذا الانطلاق ولكن هملول قادم، أرجنت وهملول، يا سلام، تحدي، تحدي مشاهدينا الكرام، ولكن أرى هملول يتسلل على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هملول من ينطلق على صدارة هذا الشوط لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، من انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يعلن الفوز، يعلن الناموس في هذه اللحظات. هنا بهذا الأداء هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد بقيادة محمد بن سعيد بن بروك الحميري، من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني أرجنت، من يأتينا على المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ولكن هملول هو الأقرب للفوز، الأقرب للناموس. هنا تهانينا، تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن مطيء الحامد على فوز هملول بالمركز الأول، تهانينا كذلك للمضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري. ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس، تهانينا المركز الثاني، وصل هنا أرجنت من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز الثالث القادم في هذه اللحظات على ثالث المراكز شداد يأتي على المركز الثالث هنا في هذه الانطلاقة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي على المركز الرابع، وفي المركز الخامس إرسال سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى، ذعناها على حضراتكم. وهنا الانطلاق، هنا التحدي ولحظة الوصول، هذا الانطلاق هنا 13:23 جزء واحد من الثانية، التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام هملول. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن مطيء الحامد بن محمد بن سعيد بن بروك، بينما المركز الثاني كان من نصيب أرجنت، من أتى على المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير، قاطع المسافة في 13:28.3 هو التوقيت الزمني لأيضا أرجنت. تهانينا والناموس، بينما ثالث مراكزنا كان من نصيب هنا أيضا شداد، من أتى على المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، تهانينا له والناموس على هذا الأداء الجميل، تهانينا للجميع. هكذا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة، يتجدد اللقاء والترحيب بكم من أرضية ميدان سباق الهجن بتحفة الميادين المرموم الذي تتواصل فيه في هذا المساء سن الكبار وذلل أصحاب السمو الشيوخ. وفي هذه الانطلاقة الشوط